ولنقاش ملف الألغام المنتشرة في الموصل وفشل السلطات الحكومية في تجنيب السكان من خطر انفجارها تزامنا مع عجز آخر في الخدمات. ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا بكم أستاذ محمد. تحية طيبة لك سيدتي والمشاهدين الكرام. تتصدر البصرة المشهد من جديد بعد تزايد أعداد ضحايا انفجار الألغام المنتشرة فيها، كيف تفسر هذه التهديدات والمخاطر التي تشكلها الألغام؟ يعني حقيقة سيدتي البصرة عانت من هذا الموضوع يعني فترة طويلة جدا على مدى سنوات، وحتى يعني هذا النظام الذي جاء من بعد 2003 أطلق الوعود الكثيرة بأنه ستكون هنالك حملات كبيرة، خصصت يعني ميزانيات كبيرة لهذا الموضوع، لكن ما زالت البصرة تعاني من هذه الأزمة. البصرة فيها حقيقة حسب التقديرات المراكز المختصة فيها الكثير جدا، تصل إلى مرحلة الملايين من الألغام، يعني على مستوى الحدود، هذا الشريط الحدودي مع إيران، يعني من البصرة وصولا يعني حتى الشمال هنالك يعني تصل مرحلة كبيرة جدا هنالك من الألغام الغير منفلقة، الألغام التي يعني من الممكن انه تؤدي الى حقيقة الى يعني إصابات كبيرة والى فقدان حياة الشخص اللي يقرب منها. فعلى هذا الشريط الحدودي كله يعني هو حقيقة يعني هذا شريط حدودي خطر جدا، هنالك مناطق معينة يستطيع المواطن العراقي يعني يتجاوزها، لكن بقية الشريط الحدودي كله يعني خطر وغير مزال من عند الألغام. ولكن البصرة تعاني هذه الأزمة الكبيرة لأنه كان هنالك أثناء الحرب يعني كان التركيز الإيراني على هذه المحافظة وأنتج الكثير من حقول الألغام التي أدت إلى يعني حتى اليوم إلى أنه إصابات كبيرة جدا، يعني نتحدث عن فقط الخمسة الشهداء الذين يعني راحوا ضحية هذا الحدث في قبل يومين وإصابت ستة آخرين، وإنما نتحدث عن ما يقارب مئات أو آلاف الأشخاص سواء كان على مستوى الأطفال وغيرها راحوا ضحية لهذه الملف الغير منتهي، والذي يعني حقيقة وعدت الحكومات المتسابقة من 2001 من 2003 وحتى الآن على حله ولم يتم هنالك أي حل لهذه. نعم، الحديث عن الحلول، كان هنالك تصريح من مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة عن إهدار لمنحة الاتحاد الأوروبي التي خصصت لإزالة الألغام من المحافظة بقيمة 6 ملايين يورو، فيما يرى مراقبون أن بقاء الألغام هو مصدر مالي تستفيد منه جهات متنفذة، ما مدى صحة ذلك؟ يعني بالتأكيد سيدتي هذا أحد الملفات الفساد التي اعتاشت عليها هذه الأحزاب وهذه الميليشيات، يعني تحت هذا الملف تم الحصول على الكثير من المساعدات، تم الحصول على الكثير من المنحات من أوروبا ومن بريطانيا وأمريكا والدول المانحة وغيرها، وحتى في وزارة الداخلية توجد مديرية متخصصة في مكافحة المتفجرات والألغام تخصص لها مبالغ طائلة جدا بالملايين الدولارات، وحتى الآن لم نجد حقيقة أي عمل حقيقي، لم نجد إزالة لهذه الألغام. المواطن العراقي الآن الطفل سواء كان أو غيره إذا خرج على بعد 100 أو 200 متر يدخل في هذه الحقول يتعرض حقيقة إلى حالة بتر حقيقية أو حالة إعاقة أو حالة موت حقيقية. فهذه أحد ملفات الفساد التي دأبت عليها الأحزاب المسيطرة على البصرة والميليشيات الموجودة في البصرة، يعني أصبح لهذا يعني مصدر رزق واستنزفت كل أموال. الاتحاد الأوروبي قام بعمليات يعني بتبرعات يعني، وحتى اللي كانت على مستوى قوات التحالف وحلف الناتو وغيرها الكثير كانت هنالك من الطموحات والحملات، ولكن الأموال راحت في جيوب الفاسدين بالتأكيد والأحزاب والميليشيات. هل تعتقد أن الاستهانة بحياة العراقيين كانت سياسة ممنهجة من قبل الأحزاب السياسية التي تولت الحكم بعد عام 2003 رغم تعهداتها بحل مشاكل العراق؟ يعني سيدتي هذا الملف هو يدخل ملف من ضمن يعني الملفات الكبيرة جدا التي استهانت بها هذه الحكومة وهذه الأحزاب. المواطن العراقي اليوم يعيش حالة الخطر في كل مكان، يعني سواء على كانت أهل البصرة لديهم هذه الحقول وهذه الألغام ولديهم
ايضا يعني خوف من الميليشيات، هنالك تسلط من قبل العصابات، هنالك يعني الجريمه المتفشيه، عدم وجود الامن، فبالتاكيد يعني هذه لا تستطيع ان تقول بانها حدثت عشوائيا. نعم. بالتاكيد هذه الحكومه وهذه الاحزاب يعني موافقه او متفقه على انه هذه الاحداث يجب ان تكون، يعني استهداف المواطن العراقي اصبح اليوم هو اسهل شيء، المواطن العراقي دمه مهدور في كل الحالات، يعني ابسط شيء اليوم ممكن انه هذا الملف يحل في مبالغ معينه من مساعدات، وتكون هنالك لجان وترفع هذه الالغام، ولكن احنا نتحدث فقط على هذا الملف. المواطن العراقي اليوم اصبح يقتل، يعني دماءه حقيقه موجوده في كل مكان، والمتسبب شكرا الرئيسي جزيلا لك المعذرة هذه على الاحداث المقاطعة وغيرها. لضيقي الوقت، الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي لم يحدثنا عبر الهاتف من برلين.